FM كلام القلب طارق الحناشي على FM أحلى راديو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه حلقة جديدة من كلام القلب. انتم تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على FM أحلى راديو. الأربعاء 6 مارس 2024، كل التحية لكم متابعينا وين ما كنتوا في المتابعة. تنجموا تابعونا كالعادة من كل الأماكن، شين يوتيوب إف إم تي في ولا الباش فيسبوك راديو إف إم. واحدة واحدة متابعينا في الكيسات، كل التحية ربعينكم. الناس اللي تابعنا في وسط الأعمال متاعها، في وسط خدمها، تحية خاصة لمستمعينا خارج الوطن، والناس اللي في ديارها نونسوكم طيلة ساعتين حتى للحداش متاع الليل. كلام القلب راحة نوعية زمنية لمدة ساعتين للأقل، والكلمة تكون للقلب على الرقم 31 380 1 31 380 1. يفهم كلام القلب. نعيشوا برشا حاجات باهين، برشا حاجات ساعات مش حلوة، فيها اللي يبقى في الذاكرة، فيها اللي يتبخر يتلاشى بمرور الزمن. لكن طرحنا لليوم في كلام القلب سهل بسيط، ما يتطلبش برشا فهم، لكنه يطلب هكا بعض الثواني للتفكير في شنية الحاجة اللي باش تختارها باش تحكيها. تو سامبلومون، بكل بساطة، بكل سهولة، بكل أحسن نهار عشته في حياتك، أحسن نهار عشته في هذه الحياة. ما نعرفش أنا هو أحسن نهار بالنسبة ليك، أحسن نهار عشته، نهار الباك متاعك، نهار عرسك، نهار تلاقك، مانيش عارف أنا بالك أحسن نهار هو نهار تلاقك، نهار خطبتك، نهار خروجك من تونس، نهار رجوعك لتونس، نهار اللي قتلك نحبك أول مرة، نهار اللي قلت لها ولا قتلوا ولا قال لك ولا قلتوا لبعضكم ولا قالوا لكم ولا قالوا عليكم ولا قيل انه تحبوا بعضكم. وقتاش انا اشنية هو احسن نهار عشته في حياتك؟ فكر، خمم، دور في مخك شوية، تفكرت كذا، زعما نهار العرس، زعما نهار اللي رجعنا نوياه، زعما نهار أول مرة في الخدمة، أو النهار تقضيت فيه أجر. شنو أسعد نهار في حياتك عشته؟ نسمعك على الرقم 31 380 1 31 380 1. البارح في آخر الحصة خذينا سي عبد السلام، وبرشا طالبونا أنه نعاودوا نتصلوا به اليوم لأنه ما حكيناش معاه برشا في الموضوع متاعه، ف نحاولوا ناخذوه نبداو به الحصة. مقرب اليوم طارق، صوتك متغير صحيح، صوتي كي تمس شوية بالهواء وبشوية الريح. يا حافظ شكرا ليك. أحسن نهار مازلت نستنى فيه ونحبه يكون عالمي، يقول حافظ. أميمة ليا برشا على البرنامج، وهكر رجعت في نهار أو موضوع جميل. أميمة مرحبا بيك. البارح في آخر الحصة تدخل معنا، احنا موضوعنا البارح كان الطلاق، كيفاش عشت التجربة. دخل معنا في الخمسة دقائق الأخرانين سي عبد السلام من بنزر 62 عام، لكن الوقت داهمنا فقلنا أنه نكمل ونحكيه معاه اليوم. ألو على السلامة. ألو على السلامة أخويا. على السلامة سي عبد السلام. مساء النور. شنو أحوالك؟ الحمد لله. قداش العمر؟ 62. منين تكلم فينا؟ من بنزرت. من بنزرت به؟ لازمنا نرجع منين بدينا البارح. سي عبد السلام، انت عشت، انت الوحيد اليوم عشان نكمل معاك في موضوع البارح ثم ندخل في موضوعنا لليوم. انت عشت تجربه الطلاق هكا ولا ايه؟ لكن انا سالتك كيفاش عرست سي عبد السلام. والله انا ما كنتش باش نعرس. ما كنتش باش تعرس. كما نقولوا الهاري بونا من الزواج. الهاري بونا من الزواج. كما الجيل تاع توا.
احنا هاربونا من الزواج. وانتم المانعون. سي عبد السلام هربت مني مش من الزواج يا سي عبد السلام. واي اوه عبد السلام يا عبد السلام يا عبد السلام عبد السلام وينك يا عبد السلام؟ مشى يا عبد السلام؟ ضاع عبد السلام؟ اختفى عبد السلام؟ يا عبد السلام يا عبد السلام وينك؟ وينك يا عبد السلام؟ راه ما عندناش تليفونات يا عبد السلام. كان انت لازمنا نبداو بيك لو طون يجونا تليفونات الموضوع جديد يا عبد السلام. حاضر عبد السلام نخرج فاصل قبل ما يرجع عبد السلام. ذكركم موضوعنا اليوم مالا مدام جاي عبد السلام. احسن نهار عشته في حياتك شنو هو؟ شنو هو احسن نهار عشته في حياتك؟ كلمنا على رقم 31 380 1 31 380 1. يلا بعد شويه مكملين في كلام القلب مع طارق الحناشي على اي اف ام احلى راديو. انتم تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على اي اف ام احلى راديو. يا عبد السلام سامحني الاخ طارق انا نزلت على الواحد سكرته سامحني. سي عبد السلام وي عرست عام 97 انت؟ اوكي عام 97. كيفاش عرست؟ والله قلت لك ما كنتش يعني ما كنتش موش في البرنامج. اش معناها ما كانش في البرنامج؟ يعني كنت بتقول مكتوب مكتوب. وانا كنت سمعت انا واحد على مية ربي يعني ما يعني مشي مش مشي كان هكاك مسيبينها في الدربية يعني مرات جات فترة مرات ما نخدمش و اي اش عملت باش عرست؟ ما نخدمش دم راه جاتني فرصة جاتني فترة يعني مرضت نفسانيا اي وليت شوقي يعني تو تعرف نساء امي الله يرحمها نساء ما بتعرف يحكيوا لبعضهم وكل شيء خاطر لها فما واحد عراف وشنو شنو امك قالت لك فما عراف عراف مشيني يعني على اساس باش يداويني. يداويك من شنيا؟ من المرض. انا مرض واحد راقد ما يخدمش نهار كل راقد. انت راقد نهار كل ما تخدمش اعتبرته مرض؟ مرض ديما راقد ما نخدمش. اي نهار كل راقد. نهار كل راقد قالوا لك برا العراف. اي باه اش عمل لك العراف؟ مشيت على السوس يعني باش نبراو يعني ونرجعوا كيما كنا يا اخي يا اخي هاي بشويه بشويه. انا من منزل من الامور هذه يا اخي. اي انا صدقت جبت لي كتاب اسمه تاع الابراج ولا شنو هاسيلو في قال بالقران انا صدقته هاسيلو اذا انا عم باش نمشيو باش ندوي. وانا يا اخي انا عارف مبنية يعني ساكنه في 5 عيال في دار قارقه يعني تحب تستحسن يعني كل شيء. العراف شنو قال لك؟ قال لي عندي بنية تحب قالقة أنا يعني تحب تعرف شنو قالقة قال لك عندي طفلة قالقة قالقة يعني عندي ساكنة في دار فيها 4 يلد و فهمتوا و يعني تحب تستحسن يا أخي بعثت لها قلت لي يعني شفتها كذي معناها واحد كذي عجبتني يعني قال واحد ضرب الضنك أنا اي هيك مشيت معاه وراتي الدار وكل شيء اختبتها في العام هذاك من ذاك اللي عرجنا عام 97. انت قلت لي كنت مسحور. اي كنت مسحور وهو كنت مسحور باش ما تعرفش يا اخي هو نحالك السحر. اي كان حالك السحر جايب لك طفله اش قلت لي قالقه. اي عرسنا كل شيء اي ممكن ما زالت هي خاطر ما دام خذيت واحده بالعراف
يمكن راهي معناها تستعمل في الشيء هذاك والله اعلم، يمكن صحيح والله اعلم. واحد ما يحفظ ما يحفظش خبره يده وبعد العرس هذا الكل طلقته في الاخ. في الاخر طلقنا بعد قديش؟ عام 2000 جبت بنيه. عام 2000 جبت بنيه، وقتاش طلقته؟ طلقت في 2014. 2014، هل بعد الطلاق هذايا عاودت جربت تزوجت ولا؟ لا لا لا، توا مش توا مش البرنامج توا، انا توا عايش وحدي انا شيخ. اي. العجز بيا باهي. من وقتها وانت وحدك؟ انا ناخذ توا ناخذ تقاعد واموري واضحه. باهي. شنو تحب تقول لبنتك اللي جبتها عام 2000 في 20 ثانية؟ هي توفيت الله يرحمها هي. بنتك؟ توفيت، مرضت بذاك المرض الخايب. ان شاء الله ربي يرحمها. وعسين وين صارت لي كي شوكي رقدت حتى في الراجي انا. هكا؟ كنت سمعت الراجي رقدت 3 مرات في الراجي، مرة شهر ونص ومرة جمعتين ومرة جمعة. حلو. وانا تعديت على حالات كثيره برشا، عملت حتى 5 محاولات انتحار. هذا الكل علاش؟ هذا الكل مش حلو، علاش هذا الكل؟ واحد سبحان الله بشر ضعيف. هذا بعد وفاة بنتك؟ بعد. طليقتك عرست؟ لا لا. شنو تحب تقول لها اخر شيء لها هي؟ نختموا بيه. لكن كلمة والله فما حاجتين باين فيها، الواحد ما ينكرش، كل واحد ما في حقه. اللي هما شنو؟ فما حاجتين باين فيها، نظيفة وشريفة. اي شنو تقول لها بسرعة سي عبد السلام؟ شنو تدخل في ربي يجيب لك. ربي يجيب لك ما خير مني؟ وربي يهنيها. شكرا لك سي عبد السلام، احنا باش ما نظلموكش البارح تعديت معنا في اخر وقت، فرجعنا معاك اليوم وكملنا القصة. موضوعنا اليوم في كلام القلب مختلف على الطلاق وعلى موضوع البارح. شنو أحسن نهار عشته في حياتك؟ شنو هالنهار هذايا؟ ما نعرفش أنا، نجاح، عرس، نهار طلاقك يمكن، مانيش عارف أنت بالنسبة لك شنو أحسن نهار؟ نهار اللي قلت فيه نحبك، نهار اللي سمعت فيه كلمة نحبك، نهار اللي دخلت للخدمة، نهار اللي تخرجت، نهار اللي جيت لتونس مرة أخرى، ولا نهار اللي خرجت من تونس؟ مانيش عارف. نسمعك على رقم 31 380 1 31 380 1 معنا اول تليفون. الو، عسلامه. على عسلامه سي فرح. عسلامه حبيبه، شنو احوالك؟ لاباس الحمد لله. شحالك انت؟ شحال جماع الكلب؟ منين تكلم فينا حبيبه؟ صفاقس. من صفاقس. قداش العمر؟ 46. 46 سنه. باهي حبيبه، تعملش عليا مزيه. مالها؟ انا بديت ليميسيون بنفس المريول نتاع البارح، باش كيكا الفيديو نتاع سي عبد السلام اللي بدينا توا تجي متناسقه، فهمت؟ وسخنني المريول هذايا، فنحب نمشي فيه. صباح هذا المخرج نبدل المريول لطو انت تحكي شويه، تعبي. نجم تقعد تحكي 30 ثانيه ما تسكتش؟ لا نستنيك. لازم تحكي، ما لازمش. اسمعني، باش نحط لك كرونومتر. باهي، انا اول مره نشارك. باهي اسمعني، شوف انا باش نخليك انت وانا باش نمشي في ساعه نبدل المريول هاو 20 ثانيه وانت احكي على احسن. باهي ما تخليليش بلان عاد، ترى ابدا احكي لي على روحك. والله انا حبيت نحكي لك على موضوع ولدي، الفرحه نتاع ولدي وقت خلال الباك. كان ما يقراش بالباب في البريمير، في الدوزيام، في التروزيام، جاء عام الباك قال لي لا ماما مش نقرا، نكبت روحي. قلت له ثابتة؟ قال لي لا كاو باش تقرا. حسيلو ما كنتش متوقعة بالحق اللي انه باش ينجح. عند الباك قرا بالحق، نقص من القهوي، نقص من الخروج، وضحى وقرا. صحيت يا حبيبة. صحيت يا حبيبة. هكا كم ريجل. حلو 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 حلو. وكنت نسمع فيك. أول مرة نشارك في طرف. وأنا أول مرة نبدل المريول هكا. صح. مالا قلت لي باش تحكي لي على نهار نجاح ولدك. اي نجح في شنو بالضبط؟ هو ذي غابت عليا وقت ندخل في المريول غطى على اذني. نجح في الباك. نجح في الباك امتى؟ وكان هو قلت لك ما يقراش، معناتها البريمير الدوزيام الترويزيام ما قراهمش بالكذا. اي جينا يخرج القاضي الصحاب الكل عند الباك قال لي لاك هو ما مش نقرا والكل نكبس روحي. قلت له ثابت واش تقرا والكل؟ قال لي ولا يقرا في الدار ومرات يخرج شويه ومرات هكا وكل مره كيفاش. وقت الريزلتا
اي بعتني ليلتها ما حدش يجي منه لا انا لا هو هكا والله ليلة جديدة كان حدش يجي منه بكر عدى ويسهر ونستني ومش تعبت تريزي تاني الخمسة متاع الصباح هاي الستة هاي ندري شنو بعد قال يسمعني انا ماما انا مش نخرج للقهوة قلت احنا شقعد هنا في الدار مثال شو الكل التكة شوية وقت ما تيجي كان كاتب ربي كاتب مش كاتب مش كاتب حصيله خرج مع السبعة وربع للقهوة وصاحبه وين قعدت تكك في الدار صلي قعدت نقرا في القران يا ربي يا ربي سمعنا علم الخير حصيله الكل مع هيك كثمانية وربع حاجة كم هيك إنا في بيت النوم خمسة فرشي هاي نسمع كان تشكون ميزري في الدروج احنا نسكن في عمارة في بلاس هاي تسمع في شكون يجري يا حبيبة ملول ملول تحسب وين نبدل في المريو نسمع كان تشكون يجري في الدروج هو طالع هو صاحبه يتجرى ويتجرى ويغرب في الدرب بالقوي بالقوي قلت يا والله لازم لا جا جا سي هم حاجة مشيت نجري نحل الباب انا حليت الباب وهيك صاحبه قال لي زغرت يتا زغرت يتا راهو نجح ياسين راهو نجح ياسين وهو يحمل فيا ويبكي وانا وليت نبكي ذاك الفرحة هيك ما كنتش متوقع انه باش ينجح كنت حطيته ماكسيموم وكنترول يعطيك الصحة قلت يا اما كنترول يا اما ما ينجحش مانيش متوقع النجاح جملة باك شنو هو؟ باك ايكونومي باك ايكونومي ونجح من البرنسيبال وراه جا باك صعيب معناتها السنة نتاع الايكونومي عام قداش هو؟ هو من عام 2003 2003 باك انا هي 2021 اي عملوه في الصيف معناتها السنة في الصيف 2023 اي 2023 اللي نجح فيه هاي وش عملت تو بعد الباك؟ تو يقرا اولى جامعه في فريق المطر احنا في الساقس ان شاء الله ربي يخليه لك يا مدام حبيبه يعيشك يعيشك اما هيك النهار هيك الفرحه بالحق معناتها ما تتوصفش على خاطر مني ساعات يامل انه باش ينجح خاطر قلت البريمير ما قراهاش دوزيام ما قراهاش تروزيام ديما القهوه ديما البر ماهوش نتاع قرايه ما عرفش كيفاش انا تخيل انت في جيستيون يجيب 19 فاصل المات يجيب 14 فاصل الايكونومي يجيب 12 فاصل ما كانش يجيبهم في البريمير والدوزيام والتروزيام بالكل وقداش جاب هو بالضبط في الباك؟ 11 35 باهي ما شاء الله من اللي كان بعيد لل 11 تسمى باهي برشا تسمى عندي انا تسمى حاجه كبيره برشا نقزها بالكذاب بالكذاب شنو تدخله في الاخير؟ الله يخلي ربي ان شاء الله يوفقهم وربي ينجحهم وربي يعطيهم الوقت الطيب وربي يبقى عليهم الستر وكا حسيني وانتي بارك الله فيك وكافة العاملين معك الكل عايشك حبيبة نعم حبيبة بالله انت عملت مزي عملت انا كلمت ليفرور بشي يجيب لي ماكلة جيني توا تقعد تحكي شوية لطون نخلط له الباب ناخو عليه الماكلة في ساعة حبيبة اسمعني تحكي حاجه اخرى اي ما نعرفش احكي انت لو طون انا مشيت للليفرور وجيت اي فيسع انا عندي زيدة بنتي مدة عامين ثلاثة سنين زيدة كيس كذا فرحه مشيت عملت كونكور في تونس باش يعملوها في البنك يا اخي الحمد لله يا ربي وقتها مشيت تعمل في الكونكور في تونس كلمتني وانا هنا في الساقس كلمتني قالت لي ماما ما تحقق سي قبلوني في الكونكور يا اخي الحمد لله وليت فرحت برشا برشا وتوا في شدة تخدم في البنكة والحمد لله يا ربي عندي بلاي ولي ربي يخليهم لك يا حبيبة عايشك اقسم بالله جاب لنا بيتزا يا حبيبة اش باش نحكي لك سيوحة برشا انت وين تسكن حبيبة انا في صفاقس في صفاقس هيا مالا خذ الترانش وخلط علينا خذ ترانش خليلي شوية نخليلك حتى برشا كان خلوها لي البر يعطيك الصحة بالشا ولا هنا ميرسي يا حبيبة تعرف حبيبة انت شنو اكدت توا اللي الاعلام الى الوراء المقطع اللي عملناه ذا اكد انه الميديا نحو الهلاك هكا ولا كان قالت لي ايش تقول انت قل لي لا يا حبيبه لا شكرا لك يا حبيبه ميرسي بوكو وكلتنا وخليتنا نبدلوا ونعملوا يرحم والديك خذ راحتك على كيفك ميرسي بوكو شكرا لك حبيبه شكرا لك حبيبه في صفاق ساوكا كي نعملوا عرض نستدعوك جيت تفرش فينا ان شاء الله جديا نحب نشوفك انا اول مره كلمتك راني مالا ان شاء الله دوما نعملوا عرض في صفاق نقول هنا وانت تجينا تفرش فينا
نجيك انا وبنتي ولدي وصحابي الكل. شكرا لك يا حبيبه، ان شاء الله نلقاوك ديما معنا في الاستماع. ما دامش بنا على العروض، نهار الجمعه بعد غدوه في الارتيستو مع 6:30 7 عندنا عرض جديد باش نعملوه بانش لاين كوميدي، انا ومهدي محجوب، حمدي الرزقي، حمدي مقيريس، طارق، مهدي محجوب، حمدي الرزقي، حمدي مقيريس، محمد علي الهويملي، محمد علي الهويملي، محمد علي الهويملي، نقصت طارق حناشي، مهدي محجوب، حمدي الرزقي، حمدي مقيريس، محمد علي الهويملي، وايمن كاميرا. دونك السته هذوما يا جماعه نهار الجمعه 6:30 7 في الارتيستو اللي هو في اللافايت، هاكا تلقاوه. عندنا عرض ممتاز برشا، ان شاء الله الناس اللي ما حضروش المره الاخرى عندكم فرصه في انكم تجيو تتفرجوا فينا، وان شاء الله تلقاو عرض ممتاز المره هذيا في تونس. بعد ما عرضنا في سوسه هنرجعنا في تونس، وان شاء الله يكون عرض ينال الاعجاب نتاعكم. شكرا لكم كل الناس في المتابعه. ذي بلتي يقول المره الجايه تنجم تدخل على التكويره نتاعك بكري طارق. والله اليوم عندي تكويره ل 11 باش نحاولوا نخرجوا هكا ل 11 غير دقيقتين، خلينا نخلط على التكويره شويه. شكرا لكم كل الناس في المتابعه. حبيبه تقول طارق بوغوس بعد ما بدل المريول وديما بوغوس. اخي قالها برو ضحكني برشا الكومنتير بتاعه، قالها كان طارق بوغوس مالنا شنو. دونك ظاهرين مركزين برشا في الموضوع في التعليق. يلا سيدي نركزوا مع بعضنا في موضوعنا لليوم. قبل هذا حبيب بن صالح بالله سيد المخرج قال لي هو عيد ميلاده اليوم، فنقول له عيد ميلاد سعيد وان شاء الله كل عام وانت بخير، وكل الناس المولودين في نهار كيما اليوم نقول لكم عيد ميلاد سعيد. انور الماجري الهايكاب بيسكروها قال يا خويا ان شاء الله ليه. وقتاش ترجعوا لسوسه؟ تقول سمية ان شاء الله على قريب نرجع لسوسه ونقول لكم التاريخ. تركزوا في كلام القلب حتى لا نسقط في تضارب المصالح. ما تنساوش في تضارب المصالح نهار الجمعه في الارتيستو العرض السبع نتاع العشاء، يا تقصوا سور بلاس يا اما على ذيك ما نجمش تسميها خاطر بيبيسيتي، كي اللي يقصوا منها تسكر انت، كي تقص تسكر نتاعك تسمى تسكرتي انا، فهمت؟ دونك هكا تقصوا على هذيك اللي تبيع لك تسكرتك انت. يلا حاضر التليفون معنا سيد المخرج. الو على السلامه. عسلامة زينب. زينب سافا زينب؟ الحمد لله. كنت تسمع فينا زينب؟ متبع. نجم نمشي نغسل وجهي شوية وتقعد تحكي؟ خذ راحتك انت. لا هاني معاك انت زينب، هاني معاك. منين تكلم فينا؟ انا من المهدية. منين؟ وتحديدا انا من المهدية وتحديدا من الجم. من المهدية وتحديدا من؟ من الجم. من الجم به؟ قداش العمر؟ عمري 22 سنة. 22 سنة. اش تعمل في الدنيا زينب؟ أنا تويكة في الدار. تويكة في الدار، وقبل شوية؟ قريت وخذت الباك وبقيت في الدار، عملت فورماسيون نتاع كونتابيليتي وقعدت في الدار. والفورماسيون ما لقيتش بها خدمة ولا أنت ما حبيتش تلقى بها خدمة؟ الحقيقة أنا ما سعيدش. شنو أسعد نهار في حياتك زينب؟ النهار اللي قال لي فيه طفل اللي أنا نحكي معه، اللي هو قال لي اللي هو يحبني. قوي في الصوت زينب، وحاول وضح لنا شوية الحروف هكا باش نفهموك. النهار اللي هو النهار هذا كان الجمعة اللي فاتت. إي. النهار هذا هو اللي استعرف لي بيه طفل اللي أنا معه على أساس نحن أخوات. اللي هو يحبني. انا جو نحكي لك كيفاش معاه. دونك على اساس انتم اخوات؟ اي. الا انه هو فاجئك قال لك يا زينب انحبك. اي. سيني سيفيروم. كيفاش قالها لك؟ نحن عندنا عام صحاب. اي. انا عرفته في الفورماسيون. نقريو مع بعضنا وصحاب هكاك، وخذ الفيسبوك نتاعي وخذ الفيسبوك، وكل مرة نحكو كيف هاد المسا جيت، وكل مرة نحكي حاسيلو وديما صباح الخير أختي، على خير أختي، حاجة كيما هكا ديما صباح الخير أختي، عسلامة أختي. أي يا أخي في الآخر قال لك عسلامة حبي. هذي عندها جمعة لزيك. شيخت زينب. أي جمعة لزيك هكاك نحن. زاد المعا اللي فاتت على خاطر كان نهار عيد ميلادي. قال لي نحب نحكي معك في الموضوع. وقتاش عيد ميلادك انت؟
انا 27 فيفري؟ لا لا 23 فيفري. 23 فيفري اي قابلته كي الخوات كي العاده. انت تعدي عيد ميلادك مع اخواتك دي بقى كيكه اصحابك ديك اخواتك. لا انا ما اسمي فزا قلت له صباح الخير يا اخوي. هكا انتوما معناه اوكي انتوما كي الاخوات، اما كل ما تقابلوا بعضكم تقولوا صباح الخير يا اخويا على السلامه يا اخويا. انا فاز نجبت بها هكا. انت زاد تصطاد في المياه العكره. بي كاو كاو تقابلنا في الجم بقينا نحكي قال لي نحب نحكي معك في موضوع انا راني حاشم على البحر وعلى نيدي كريم. وين هذا؟ وانتوما وين وقتك قال لك هك؟ نحن وقتها مشينا القهوة. مشيتوا القهوة باهي. اهي. قال لي باش نحكي معك في موضوع انا تنجم تعاوني في كلام. قلت له انا والموضوع اللي نعرفك كي نعرف الموضوع تنعاونك فيه كان ما نعرفوش ليه ديك ربي. باهي. هل في التلميح هذا كنت متوقع انت ولا ما تصورتش؟ الحقيقة لا. قلت لك علاش؟ اي. لخاطر كانت عنده شوية مشاكل، قلت بس على مشكلة من المشاكل. ما حطيتوش المخ جنة. ايه نسمع في كل نسمع فيك بالكدا اللي ندراش حليت بحذاك ما نعرفش حليت راديو ولا ماشين على في ولا مش عارف. باهي 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 اي اي بدا باش يعبر اي بدينا كيكا وقال لي تحكي معايا عادي شويه شويه. اي قال لي باش نقول لك حاجه مراني خايفه على الاخر. قلت له اتكلم ركز يعرفني. قال لي راني انا نحبك. شنو؟ اي يا اخي انت يا اخي انت عملت كيفي هكا بالضبط شنو؟ انا دقيقة قل لك اقل شيء بين نص ساعه وانا واقفه من كلام جنبه. كلمه قديش قعدت ساكته؟ اقل شيء نص ساعه. نص ساعه وانت مصدومه؟ نص ساعة. ما خرجت حتى كلمه. قال لي خش بيك لبيب. قلت له لا 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 اما لازم تروح بيا. خذ لي تاكسي وروح انا ما كلمته حتى كلمه. قلت له تنجم تروح بيا؟ اه. ما نجمتش تجاوب حتى شيء. ما نجمتش انا خاطر نقول لك علاش. تحب تعرف علاش ما قلت له شيء؟ اي. على خاطر حسيت روحي اللي انا بدي نشوف نكلم نفس المشاعر اللي هو كلمة هيك اللي عم كانت. كي هو عبر لك هكاك. انت مباشرة حسيت لي انت مخبية نفس المشاعر. نفس المشاعر وانا الحقيقة المشاعر هذيك ما نعرفهاش. ما تصورتش معايا. وانا حتى في مخي مستحيل راني باش نقول له حتى كان نخسره مانيش باش نقول. قلت له وصلني يا سيدي. اسمه احمد هو يذهل لي. اكرم. انا قربت عندك. اكرم اسمه. قالك شو اسمه؟ أمجد. غالط غالط بعيد بعيد. لا خلينا نطلعوها احنا هاي. قالك باش يبدا. باش يبدا. يبدا بحرف الطاء. حرف الطاد. اي. طاهر. طابو. طه. ما تقوليش عادة. طارق. لا لا. والله شنو شنو هذه ما جاتش البالي يا زينب. انا عرفت ما في بالك. طلعت تحب طارق ومخبي علينا. اي بعد ما دونك هذاك كان احسن نهار الاعتراف الاول. الاعتراف الاول النهار هذاك كملنا فيه احنا ما دامنا في نفس النهار ما زلنا في موضوعنا. ايه روحت كلمك ولا ما كلمكش ولا؟ لا ما كلمنيش. انا من الغدوة فيها بعث لي مزاج. اي قلت له صباح الخير يخليك طفيتني. كان هكا عاد قال لي طفيتكش. نستنى فيك. انا شنو قلت؟ انا شنو قلت اللي حكينا فيه البارح؟ قلت له انا الساعة حتى نتفكر فيش حكينا راني اقسم بالله ما صدقت الجملة. ماكش ما اسمكش زينة ما اسمكش أمانية. اسمكش أمانية. طلعت فاكر فيا زينة. فكرتني ب 15 فيفري متاعي.
اللي قلت فيه نحبك. اي كمل زينب، قال لك ايش بيك غبت؟ قلت له صح نفكر انا فيش احكي لها البارح، انا عايزه تروحي من شيخ مشاي حبيت وعاودي نفس الكلام فهمت. قال لي في اللي قلت لك البارح، قلت له عاود لي شنو قلت، انا نسيت شنو قلت. قال لي راني نحبك، قلت له انا بدي قلت له انا حكينا نحبك شنو؟ على خاطر كيفيتي صادقة معايا وكل اللي عم كامل معناها صابر هو يحبني فيه، قلت باخر كل يحبني فيه لازم يقول له انا كان خسرت ولا ربحت. ما نقولوش حيرتنا، نقولوا حركتنا المشاعر. وقت اللي احنا موضوعنا اوكي ينجم يشملوا هذا، لكن ما تصورناش باش ندخلوا في حاجة كمان هكا اليوم جميلة هكا. على خاطر بالحق هذاك كان أحسن نهار في عمري، أنا تويك عمري 22 سنة. ما نعرفش مين باش يجيني، بالك تجيني حاجات أخرى خير من هكا، ما نعرفش أنا شنو مخبي، أما في 22 سنة هذا كان أحسن من هذا. أجمل يوم. أجمل يوم. يوم اللي قال لك بحبك. أي. يا زينب. وأنا نقول لك حاجة. أنا قلت إذا ديما نقول هذا، إذا كلمة بين روحي نقول إذا قفلت أنا حكيت مع العابد هذا ما عادش باش نحكي مع حتى عابد آخر. معاك هو توا؟ هو معايا توا ويسمع فيا على فكرة. هذا شنو؟ أي أنا قلت له. ملا شو تقول له يا أماني؟ أماني؟ أنت الأماني متاعه هكا ولا؟ أنا ما عادش أماني. سيد حققت؟ وليت أحلامه. شنو؟ أي وما الفرق وأنت أي وحلت روحك؟ تحب نقول لك شنو الفرق بين الأمان والأحلام؟ أنا بالنسبة لي أمين شوفها أمنية، مازال ما تحقق فيها شيء. عادي معناها عبد يتمنى فهمت. أما أحلام حاجة أخرى بعيدة على ما الأصعب؟ نتصور الأحلام أصعب من الأمين. زعما مش الأمنية أصعب من الحلم؟ لا. مش أماني أصعب من أحلام؟ لا أحلام أصعب من الأمين. ألو يا زينب تسمعوا فيك يا اسمعوا فيك يا أحلامي. يا أحلامه كلمة وحيدة نختموا بها منك أنت تجاهه وشنا هي؟ ليش نقول لك كلمة؟ تفضل. صعب شنو فيك نقول له يا تارك اللي أنا راني نحبك على الآخر واللي أنت فرحتي في الدنيا هذي وحياتي اللي ما كان اللي حياتي اللي كانت ظلام وليت محلاها على الاخر كي دخلت فيها انت عام جديدي. حبيت نقول له اللي انت احلى عبد عرفتي في الدنيا هذيا ومتبشر باش نعرف عبد الخير منك. واعرف اللي انا راني نحبك على الاخر واللي انت كل شيء في حياتي وربي يخلينا لبعضنا. مكرو جراتسي. شكرا لك زينب. هالفواصل الجميلة من المشاعر، احترمت الموضوع في نفس الوقت هزيتنا إلى مشاعر فياضة وجميلة. شكرا لك يا زينب، وإن شاء الله تتحقق أحلام طارق في حين أن أماني طارق لم تتحقق. إن شاء الله على الأقل تتحقق أحلام تاعه. شكرا لك زينب، شكرا لكل الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا في كلام القلب. برو يقول الحب لازم خبرة وتضحيات، مسهل كلمة نحبك ومصعب كلمة نعشقك. وي لكن موجود، عرضني قبيل كومنتير قال يا اخي تعيش معانا زينب، تعيش معانا وموجود الحب هذايا. برو زاد قال طارق باش يجيب لنا شيوخة في رمضان. لا يا برو، كلام رمضان الانترفيو، باش نجيبوا نجوم رمضان فيها
الحصه كل يوم العاشره متاع الليل. احنا موصلين معكم حتى لتحديش بتعليل في كلام القلب. انا واحسن نهار عشته في حياتك نسمعك على رقم 31 380 1031 380 1000. بعد شوية نكملين في كلام القلب مع طارق الحناشي على إيفان أحلى غاديو. انتو ما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على إيفان أحلى غاديو. 9:47 رجعنا معكم في كلام القلب. عبير في التعليق تقول بالله واحد يحكي لنا حكاية أماني. أوه عبير ذي خلط مخر. أماني هي اللي يحبها طارق يا أماني يا عبير. وجايين باش نكملوها إن شاء الله باش نعطيكم غدوة الموعد الرسمي اللي باش نحكيه فيه القصة كاملة من غير انقطاع. هاي سيدي يلا سيدي نشوفوا شكون معنا في التليفون في موضوعنا لليوم. أنا وأحسن نهار عشته في حياتك معنا رحمة. لو سهلة. الو عسلامه. الو اهلا وسهلا. مين يا طارق؟ عسلامه يا رحمه. عسلامه لاباس عليك. وينك يا رحمه؟ ويني هاني هاني ديما نسمع فيك. ديما ما عندك ما تعمل كنت اسمعنا. عندي كان نسمع راهو القلب ديما لازمني نسمع. اش تعمل في الدنيا يا رحمه؟ بطالة مترسمة. برافو رحمة برافو. أوه شكري. برافو. بطالة مترسمة بار شوا ولا بار اوبليغاسيون؟ يعني باختيار ولا مجبرة؟ لا لا على غالب ما لقيتش نلوج 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 زمي ما لقيت. رحمة. نعم. نحبك تبكيني. ليه ما نبكيكش يا طارق؟ علاش؟ تمام مستانسة نبكي هكا هكا تو انت تطلب لعبات تقول بكيوني. أنا نطلب الناس مش لعبات. الناس باهي نسيت الناس. باهي اش بيك تقلقت؟ ديما ناس ديما كي يقول لك عبد الكلمة هذيك تقول الناس. باهي انت تعرف حكاية أماني رحمة؟ نعرفها حكاية أماني نعرفها. لا نقولوا العبير ترجع نقولوا العبير ترجع للحلقات القديمة لو طون نوصلوا للنهاية نتاع الحكاية. أكيد. باهي أكيد وانت عامل لها شوية ملخص عاد غدوة. غدوة نعملوا ملخص ونعطيكم التاريخ الرسمي اللي باش نكملوا فيه القصة. اوفا نحبوا نعرفوا النهايه نتاع اماني. قربت قربت حي حمدي رحمه. نعم يا ساره. شنو احسن نهار في حياتك؟ احسن نهار في حياتي نهار خطبتي. نهار خطبتك كملتش على الاقل؟ هي كملت هي اي قريب ان شاء الله نعرف عن قريب ان شاء الله ما زلت نحدد ليش اما ان شاء الله عن قريب. قالوا لك رحمة تتكلم بكل راحة كأنك مذيعة. ايه مستنسة ممكن. مستنسة ممكن. كنت قبل متصلة وفية بجميع إياسين. رحمة. نعم. توا باش توريهم اللي انتي صوتك إذاعي بالحق وتتحكم فيه. باش توريهم اللي صوتك تتحكم بيه كما تحب انتي. لازمك توا فجأة تتحول وتولي تحكي كيما هكايا بالضبط. رحمة. اوكي. علاش نهار خطبتك هو أحسن نهار في حياتك؟ شنو اللي خليك تختار النهار هذايا؟ على خاطر نهار ذاك نهار اللي توجت حبي أنا وياسين حبيب قلبي. شو اسمه؟ ياسين. ياسين حبيب قلبي. هاي العشق نتاعي والحب الكبير الله يخلينا لبعضنا يا ربي. تيزي عادة يا رحمة لك مش تبكي. قال شو باش نعمل لك انا طروقة جبت لي في موضوع قد ما حاولت باش نكلمكم ما تحصلت ثاني اليوم تحصلت في حاجة نسبني. علاش مثلا نهار الخطبة هو اسعد نهار مش نهار اللي اعترف لك مثلا بمشاعر؟ على خاطر به احنا تسمى عارف انت انا تقليدي شويه معناتها هو شاف تصويرتي في التليفون واول حاجه يكون مع دارهم جيرين مع دار خالتي. حلو 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 مهم الديتاي. الو مشي ويحب معناتها باش يناسبنا وكل شيء معناتها الكل شاف تصويرتي في تليفون خالتي فحكيوا مع دارنا نهار 9 أكتوبر 2021 وقال ما فماش حتى مشكلة يحكي وطفلة وطفل وربي يسهل معناتها نهار عشرة نهار 9 أكتوبر رحمة. اي هما شافني نهار 9 أكتوبر ملا ما حكيت لنا وياه نهار 9 أكتوبر اي نحكي لنا وياه نهار لحد 10 أكتوبر 10 نتاع الصباح بالضبط بعث لي انفيتاسيون وقبلته وبقينا نحكي
لينا نحكي ونحكي 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 حتى لينا تقابلنا نهار 31 اكتوبر. الحب والغرام كل كيري تروراني على المباشر حبينا بعضنا برشا 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 برشا. وأول نهار قال لي كلمة نحبك هكا العين في العين هي النهار هذاك اللي هو 4/2 31 أكتوبر 31 أكتوبر والخطبة نتاعي اللي هي أحسن نهار في حياتي واللي هي باش تتوج لي بقية حياتي كلها اللي هو جاي خطبني نهار 14 نوفمبر 2021 خرجناش من أكتوبر ونوفمبر رام يفكروني برشا حاجات شو نعمل انا؟ كمل بنعمل نبدل التاريخ لا خليك صادقة خليك صادقة هكا احنا تعرفنا نهار 10 اكتوبر بدينا نحكي 14 نوفمبر جا خطب السيد وعملنا مليك وعملنا قرين فاتحة ولبسني الخاتم والمونجيلا وعمل جو كبير شيخة طايرة شخنا مش نرمى شخنا يا طروقة شخنا شنو هي طروقة اللي عارف تعرف ولا هذه الطروقة ولا هذه كلها شيء اللي حد نعرف الطروق هو ياسونا في باله بطروقة ياسونا ما بدوش الطروقة ما يعرف لينا نسمع في الراديو ما بدوش لينا باش نتكلم طروقة هيا مالا ان شاء الله يقعد ما في بالوش لا عادي ماما تسمع وبابا يسمع وخويا يسمع وصحابي يسمع والناس كلها تسمع اكيد حتى ما يكون نسمع ياسين وانا نقولش بنسبة الاستماع طلعت وانت جبت لنا العرش الكل لا يا صاحبي في الراديو مش في ال وين مش نجيب العرس انا فما كان خويا وماما في بينهم والخطبه بالضبط في اي نهار 14 نوفمبر 2021 جاب القطو والورد وعيلته وكذا يا طروق يا طروق يا رب يا رب يا رب يكتبها لكل واحد يسمع فينا شنية؟ وان شاء الله انت تبقى تبالى لحياتك تمشي تخطف وتعيش اللحظه هذيك شنلقى لحياتي؟ شنلقى كماله؟ تبقى هي يعني كماله كان مع اناني ولا مع اي واحده المهم تحبها وتحبك من صمصومة قلبها المهم برجو ليا صح عليه يا سي طبعا ديما صحة لي يا ربي صلى ديما 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 تعرف لي انا يا طروق عرفت صدفة وكانت احلى صدفة في حياتي اي كيفاش اي ما قلت لي عادة ما كنتش تعرف اي يعني اي ما كنتش نعرف جابوهولك فجأة من حليش لو جابوهولك شافني حبني ديريك كي معايا نهار عصبة خبرنا نهار 31 جا خطب نهار 14 اهلا اهلا تعال عن قريب هكا ربي يجمعنا مع بعضنا ونعرسوا في عن قريب وهكا ونكلموك هكا وتقعد تعب في الميسيون هذه ولا في اي ميسيون اخرى ونكلموك ونقول لك يا طاهر هكا انا رحمه اللي كلمتك هكا وهكا 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 ماهيش متسرعه القصه رحمه لا 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 علاش متسرعه انا نحب برشا راه نعشق مريم قالت لك ان شاء الله ما تمشيش لعلي الشابي بعد ما حكيت مع طاهر على حسابي انا كان باش نمشي القصص وزعبي ديغك مشيش على حسابي مالا جيبوني جيبوني ناني ميلكم العرس ما نحبش النواح جيبوني ناني ميلكم العرس كما اقترح ذيها شو الله ما سمعت سامحني قلت لك جيبوني ناني ميلكم العرس نشط لكم العرس مرحبا انت نعملك انفيتاسيون خاصة انت منين تكلم فينا قلتي زينب منين زينب رحمة رحمة سامحني يا أنين انت ما تغلطتي غلطتي اسمك منين رحمة انت؟ انا من أرينا جعفر تحديدا اي قريبة نجم نجيكم اي احنا كنا عملنا العرس يا أرينا ما راح بيه عملنا في سفيق باش تجي ايه ما راني والله نعمل لك بركاج في سفيق نجيبك لا في سفيق سنوالي نخلص عليكم ميسالش اخلص ميسالش خذ راحتك وطاو ما نخليوكش تقعد تلوج وشكون باش يهزك وشكون باش يجيبك ديني ميتات طاو نلقى لك تكون يهزك ويجي ونعمل لك اللي تحب يا طروقه قالت لك تقوى مشيش يفسد لكم العرس يولي يبكي ليه كيف ما ندبروا لك طفله وما غادي بيش بيك انت ولا علاش هذاك باش تجي يا ماي هي من غادي المشكله هاو طروقه كهوا يجي مش من خير قالك ايه يا طارق
رحمة من غادي رحمة هاي ما تعرفي حاجة طروقة أتوك طول نشوف هكذا طول نبردش طول نطلعها وطول نجيبها زادة حتى هي ونصالحكم ما بعاركم مانيش ما تعاركين زوزة عروسي عروسة متصدرة منا وعروسة متصدرة منا وعريس منا وعريس منا مش يجيبني مش يجيبني أنا وأماني عكس بيه وما نحط اسمع نحط جيش بينيك وكان هكا لحمك ولا حاجة ما انا منظر مانيش متعاركين احنا مانيش متعاركين الحمد لله انت مش متعاركين المهم كاين اللي فكك عاد تقولي انت بتصدر منا انت وياها وانا بتصدر انا ويا سي في عذر تعملوا زوج خير من هكا عسل ديما افكاري عسل ما تخافش ديما افكاري عسل شنو تحب تقول شنو ما عرفونيش راه يا طارق شنو تحب تقول لياسين في 20 ثانية شنو نقول له قول له يا أحلى لحظة في حياتي يا أحلى صدفة وربي يخليك ليا وإن شاء الله ربي يجمعنا مع بعضنا على خير وراهي لحيت بالحق بالحق بالنسبة لي وليك ياسين بعد ياسين تنتهي الحياة فقدر الله كيما يقولوا هكذا قدر الله في محس انتهى زمن رحمة ويبدا نبكي وغلق غريد والدنيا اللي ما نحبوش انا معناتها اما انا ديما ايجابيه ونحب ونحب حاجه اخرى اخاك ياسين يسالش ايه طبعا ايه يعني نحب نسلم على دانا والناس اللي تعرفني وحده كل ونحب نسلم على حبيبه ونسلم على حمزه ونقول لك انا رحمه اللي معاك في الساس انت معانا اللي في التعليق شكرا ليك رحمه رحمه توكي نعملوا عرس فرد ليله عليكم انتم ولا علينا احنا الحسبه هي راهي الليله جاكي دي على الراجل حكم انت وانت وياسين رجعت على تكتو عليه هو على ياسين لا شكرا لك رحمه شكرا لك على ياسين شكرا لك رحمه شكرا لكل الناس قاعد يتابعوا فينا في كلام القلب شكرا لتفاعلاتكم ولا رغم انه فهم مباريات ربيت الابطال لكن كلام القلب ما عادش يعترف بحد شيء موصلين معكم حتى لحديث تعليل في كلام القلب انا واحسن نهار عشته في حياتك 31 308 الف هو الرقم اللي تكلمون عليه بعد شويه اخبار الرياضه مع وسام بن حسين قبل هذا الاخبار مع ايمن الطيب رجعنا معكم في ساعتنا الثانيه بعد شوية نكملين في كلام القلب مع طارق الحناشي على إيافام أحلى غاديو.